جاءنا من الديوان الملكي ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى الديوان الملكي صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعي الخليفة، والدة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.